بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في قصة فرعون قصة عجيبة في التدريس والدرس، والذي يجب أن الإنسان أن يستفيد منها كيفية التبليغ وكيفية الهداية وكيفية الإرشاد والرشاد. موسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى زوده بتسع آيات. تسع آيات، الآية يعني المعجزة. الله زوده بتسع معاجز، كل معجزة أقوى من القنبلة الهيدروجينية. الإنسان يتمكن أن يلقي عصاه، العصا تأكل كل شيء في أي وقت شاء. تلقف ما يأفكون، تلقف يعني تأكل، يعني أنه الآن أفرض الشبرة، أغلبكم شايفين الشبرة وفيها ألوف الصناديق من برتقال وتفاح وغير وذلك. إذا عصى موسى عليه الصلاة والسلام، كان موسى يلقي عصاه في الشبرة ويأمرها بالتقاف ما في الشبرة، في لحظة كلها تلتقفها وترجع إلى حالتها الطبيعية الأولية، عصا عادي عادي عادي. السحرة لما رأوا هذا الشيء عرفوا أنه معجز، لأنه إذا كان السحرا كان يكبر، يصير يأكل هالكثر شيء ثم يرجع إلى حالته الطبيعية الأولية. وين راحت هالكثر أشياء؟ لأنهم هم كانوا جايبين حيايا بكثرة. الحيات المكونة من الخرق والعصي والمواد الكيماوية وما أشبه، ثم هذه العصا أكلت كلها ورجعت إلى حالتها السابقة. كلهم فألقي السحرة ساجدين. موسى مزود بهذه العصا. إذا فر مليون إنسان، موسى عليه الصلاة والسلام كان يلقي عصاه على مليون إنسان، كانت تأكل مليون إنسان ثم ترجع إلى حالتها السابقة. أي قوة هذه في الحقيقة؟ لأن قوة الإعجاز قوة الله. شاهدنا أنه مع القوة الهائلة، وهذه أحدها، يعني أحد المعجزات التي زود الله موسى بها. والله يزود كل نبي بمعاجز، بمعاجز قاهرة. مع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث، وهذا هو الدرس الأول والثاني والثالث، 100 درس أكو في قصة موسى لنا نحن. موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى باب قصر فرعون، وفرعون مشهور الآن، يقول ردتك عون فصرت فرعون. فرعون رجل دكتاتور إلى أبعد الحدود. مهما سمعت من دكتاتورية ملك أو رئيس أو وزير، ففرعون أكثر دكتاتورية منه، لأنه يظن ويزعم ويقول إنه إله الكون. إله الكون يفعل ما يشاء، شيء واضح هذا. ثم جاهل مغرور ما يفهم سلسلة ملوك، لأن الإنسان لو جديد جاء إلى الملوكية هذا غروره أقل. أما إذا أبو ملك وجد ملك وجد جد ملك، لأن هذول سلاسل الفراعنة، غرورهم واضح إيش كثر. وعنده حجاب. أنا شخصيا اللي قص اللي أنقل لكم، رحنا إلى عبد الكريم قاسم، هذا الرجل الذي قتل، رحنا إلى عبد الكريم قاسم، حقيقة شيء لا يصدق، 9 سكرتارية عنده، يعني هذا السكرتير الأول تمر عليه بصعوبة، إلى السكرتير الثاني تمر عليه بصعوبة، إلى السكرتير الثالث تمر عليه بصعوبة، إلى السكرتير الرابع تمر عليه بصعوبة، و9 سكرتارية حتى تصل إلى سلطان دنفش على قول ذاك الإنسان. حقيقة هذا نوع من الجهل الكبر، إذن أنواع كلها حمق. إنسان المتكبر نوع من الأحمق، لكن أحمق المطلق. فهذا الرجل عنده كما في بعض التواريخ 40 سكرتير فرعون، يعني من يريد الوصول إليه لازم 40 سكرتير يمر عليه، وكل سكرتير مشكلة. إحنا شوفت روحنا الجوازات إلى فرد
رئيس قسم بسيط أو فرد شيء بسيط تشوفه كذا، وبهذا عنده 40 سكرتير، يعني أفرض قصره فرضان من هذا الدوام، فأكو كل غرفة أكو سكرتارية وهيئة حكام جالسين وموجهين وكلام، وثم هؤلاء ينتخبون أناس لإرهابهم حتى يرهبوهم. مو أنه هالشكل، إرهاب وراه إرهاب وراه إرهاب وراه إرهاب وراه إرهاب، 40 إرهاب حتى تصل إلى الملك الأعلى، وهو أنا ربكم الأعلى فرعون. أي هذه الدكتاتورية، وأي إنسان يتمكن أن يصل إلى الملك، وأي إنسان يتمكن يتكلم وياه، وأي إنسان ذاك اليوم اللي ماكو فضح ولا إذاعات ضد ولا صحف، هالدكتاتور الآن. موسى عليه الصلاة والسلام كلامي في هالكلمة من القصة، القصة التي يجب أن نتعلم منها، لأن قصة القرآن مو قصص، كلها تعليم. موسى جاء وبيده هذه القوة الكونية، مو أنه قوة عادية، حتى مو قنبلة هيدروجينية، قوة كونية، قوة الله سبحانه وتعالى، وتمتد بامتداد الله، لأن قوة الله هكذا. وأكو في الأحاديث أن هذه العصا باقية وباقية 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 إلى الإمام الحجة، لما يظهر الإمام الحجة نراها إن شاء الله تعالى، لأن العصا كانت من الجنة ومن عصا آدم، يعني آدم ونوح وشيث وألف نبي ماخذيها، الآن وصل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، جاء لها جبرائيل إليه أو شعيب أعطاها إليه، على اختلاف. فقوة إلهية كونية تتصرف في الكون كما يشاء موسى صاحب العصا عليه الصلاة والسلام. مع ذلك جاء إلى بابا هذا الرجل سكرتير أول، يقول إيش تريد؟ وهيكل موسى عليه الصلاة والسلام هيكل عادي، هيكل راعي، هيكل الراعي يعني لابس في الثوب، ثوب رعاة راع الغنم شايفين، وبيده عصا، وثوبه قصير، لأن من المكروه الثوب الطويل شرعا، مكروه هذا، لأن الثوب الطويل يمر ويجر على الوساخة على كذا على كذا، هذا مكروه شرعا، والذي نحن جميعا مبتلون به. وأكو في الحديث قصر ثوبك يكون أتقى ماكو نجاسة، وأنقى نظيف، وأبقى يبقى ما يتشكشك، لكن الآن ماكو هذا الشيء. فثوبه قصير هذا الهيكل، وفي رجلاه نعلان من ليف. هذا الإنسان جاء يريد الوصول إلى فرعون، لأن الله تعالى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. السكرتير الأول يسأله شو تريد؟ أريد أشوف فرعون. ضحك على عقله، أنت تريد تشوف فرعون؟ بخط الصيف وزراء شخصيات ملوك، لأن فرعون ملك الملوك تحت نفوذه، ملوك شاهنشاه إمبراطور، شاهنشاه يعني ملك الملوك، إمبراطور يعني ملك الملوك. أنت تريد تشوفه؟ كان روح عمي، ضحك على عقد. موسى وقف من الصبح للظهر على آخر الدوام، هذا دوامه ما أدري، الظهر ينتهي بعد الظهر ينتهي كذا شيء. أنتوا شايفين في الجوازات البسيطة أو في فلان دائرة البسيطة شلون الفقير يهان، وهذا فرد رجل عادي عادي، هذا المدير قسم أو كذا الذي بيده الإمضاء والتوقيع، وخشمه عالي لهنا. فكيف هذا فرد إنسان عادي جاء يريد أن يلقي فرعون ويلاقي فرعون؟ ما دار له بال، ما دار له بال، شو راح؟ تدري هذا ايش كثر إهانة؟ وقوة بيده، قد يكون ما عنده قوة، لكن قوة بيده ويهان. غدا جاء من الصبح وقف، أريد أشوف فرعون، هم ضحك على عقد. وقف إلى الظهر. في الحقيقة أن موسى قسم من الناس العوام، حتى قسم فوق المنبر أنا سامع منهم يقول موسى شديد الغضب، ما يعرف أحوال موسى. أولا الله تعالى ما ينتخب أنبياء أهوج، شديد الغضب يعني شنو؟ يعني أهوج. ثم إذا موسى النبي أهوج كان يصنع هذا الصنيع؟ شوف فرد واحد 4 أيام خلي يجي إلى دائرة وما يتطدر، وشوف شلون يسب ويكفر وكذا وشي. أبدا، أنبياء أحلم الناس، أعقل الناس، أفضل الناس، ألين الناس كلاما، أشجع الناس، أقدر الناس، أضبط الناس على أعصابهم، شنو موسى شديد الغضب؟ هذه القصة سامع من في الكتاب مال أبو هريرة وغير أبو هريرة، ويقرأ ويقول له فوق المنبر أو يقول له تحت المنبر وقوت راشي. يوم ثاني يجي
كلام في أسلوب التبليغ. يوم ثاني أجي أيضا من الصباح للظهر ما أتذكر ضحك على عقب. يوم ثالث أجي، يوم رابع أجي، يوم خامس أجي، يوم سادس أجي، يوم سابع أجي، يوم ثامن أجي، يوم تاسع أجي، يوم عاشر أجي، الأسبوع الثاني، الأسبوع الرابع، الشهر الثاني، الشهر الثالث، السنة الأولى، السنة الثانية، ثلاث سنوات. حقيقة بس إنسان يفكر في هالقصة، هالقطعة من القصة تدعنا عن كل قصص موسى وكل قصص الأنبياء. وبيده قوة، قد يكون أنا مجبور. يقولون فرد واحد وقع في بئر ويصيح أنقذ، فرد إنسان جاء وقال له اصبر حتى أأتي إليك بالحبل وأنقذه. أنا عمي لو ما أصبر شو ما أسوي؟ أنا مجبور أصبر. واحد وقع في بئر أدي على غير الصبور؟ أنت فقير وليس عندك علاج تصبر، أما أنت غني وتصبر هذا المهم. هو غني، إحدى آياته هالآية وهي آية العصا. قطع النظر عن هذه الآيات التي ذكرت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كل نبي من أنبياء الله كل الكون بيده، مو بس 9 آيات، كل نبي من أنبياء الله تعالى، أي نبي كل الكون بيده. يعني النبي يقول للشمس قفي تقف، يقول النبي للبحر اصعد ماءك يصعد ماءك، فليغر ماءك غائر يغور ماءك. الأنبياء مو الأنبياء فقط، حتى الأولياء هكذا، الذين يطيعون الله. أكو حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، نص الحديث القدسي يقول أنا مطيع من أطاعني. الله يقول أطع الله، الله مطيع. بس إذا أنت العادي وأنا العادي، نحن إذا أطعنا الله تعالى الله يطيعنا، فكيف نبيه؟ نبيه يعني مبعوثه. فمفتاح الكون بيده، كل الكون بيده، لكن مع ذلك أسلوبه التبليغ هذا الأسلوب. يجب علينا أن نتعلم من هؤلاء الأنبياء أسلوب التبليغ. قوي قادر بيده الكون، بيده مفاتيح الكون، متصل بالله، متصل بجبرائيل، كل شيء، مع ذلك يصبر. يوم يأتي ويوم يأتي، 3 أيام و4 أيام، حقيقة 3 سنوات. فكر في هذا، شكثر هاي إهانة للإنسان. يجي ويضحكون على عقل الناس، يدخلون ناس يخرجون كذا، بيوت الأمراء دائما الشكل، بيوت الملوك دائما الشكل، ناس يدخلون ناس يخرجون، هذا صعلوك وقف هنا تفرج ويباوع حتى يؤذن الله. وأخيرا ما أذنوا له، أخيرا فريد يوم أكو للملوك السابقين أشخاص يضحكوهم، هاي قاعدتهم، يضحك الملوك، هذه كانت قاعدة سابقة. الآن ماكو هذه القاعدة، أكو ناس يضحكون الملوك، الملك ما عنده شغل يضحكوا. فمضحك فرعون الذي يضحكه جاء يدخل، شفرد واحد راعي واقف هناك وبيده عصا، قال له هاي شنو واقف؟ ألفت نظره، يومي يدخل على فرعون يشوف هذا واقف، يريد هذا يومي واقف. فريد يوم سأل منه بعد 3 سنوات شو تريد؟ قال أريد أن أشوف الملك. قال شو تريد من الملك؟ قال أنا نبي من الله إلي. ضحك، نبي من الله إلي. دخل على فرعون، قال اليوم عندي خوش تضحيكة. شنو؟ أخذ فرد عصا ولبس لباس موسى، لباس صوف أبيض قصير ونعلام من ليف، وأخذ يحرك عصاه، أنا نبي الله إليك، أنا نبي الله إليك. فرعون ضحك، قال هاي اليوم هذا شنو؟ فسد على قول العراقيين. هو فرعون كان يقول هو مجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرد واحد مخبل على باب بيتك، يوميا أنا أدخل أشوف واقف وبيده عصا وشي، اليوم سألت منه شبيك؟ قال أنا رسول الله إلى فرعون. أكو فرد واحد جرى على هذا الشيء، فرعون طلبه حتى يقتله. شنو فرد واحد جرى على هالكلمة؟ الدكتاتوريين دائما هالشكل. أنا أذكر، أنا ما أذكر القصة لأن أنا ما كنت في زمان القصة، بس سمعت القصة من كبارنا في كربلاء، عبد الحميد الملك الدكتاتور العثماني في أي مدرسة أي كتاب أي إذاعة أي صحيفة قرأته أن الخلفاء العثمانيين كانوا ناس زينين لا تصدقوا،
وناس جهلة إلى أبعد الحدود من الجهل 500 سنة حكموا ولا خلفوا آثاراً إلا كم مسجد. فالتاجر يتمكن هالمساجد اللي يسويها في تركيا كل أثر ما عندهم هؤلاء، لا كتاب لا أدب لا شعر لا اختراع لا أي شيء. هذول الخلفاء الثلاثة، خلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين وخلفاء الأتراك، خلفاء الأمويين 100 سنة حكموا، العباسيين 600 سنة حكموا، هؤلاء 500 سنة حكموا العثمانيين. حقيقة غير الجهل والفضيحة ما خلفوا هؤلاء أبدا، ما عندهم شيء. جهل، فضيحة، عيش، خمر، قمار، زنا، استهتار بحقوق الناس، هاي حصيلة حكمهم لا أكثر ولا أقل من هذا. فعبد الحميد وهو أخيرهم الذي سلبه الغربيون خلافته وملكه، هذا الرجل الأحمق حقيقة من الملوك الحمقى أصلا، وكلهم حمقى. هذا الأحمق لازم الإنسان يقرأ تاريخه حتى يشوف شلون هذول أحمق وشلون فوتوا البلاد الإسلامية بلاش. هذا الرجل في زمانه كان ممنوعا قانونا دينيا أن يسمي إنسان ولده باسم عبد الحميد، لذا أي شايب ماكو اسم عبد الحميد أبدا أبدا. اسألوا أباكم، فرد واحد يسمي اسم ابن عبد الحميد ممنوع، يودوه للسراي جوازات، يضربوه شلاق حتى يتوب عن هذه المعصية الكبيرة. غير دكتاتورية وأحمق وجهل، ممنوع ممنوع أبدا. ففرعون سمع بأنه فرد واحد يقول أنا نبي الله إلى فرعون طلبه ليقتله، من يتجرأ على هذا الموضوع؟ يتجرأ على أنه يقول أنا نبي إلى فرعون طلبه ليقتله؟ شاف أنت صديقنا مال البارحة، أنت كنت ربيته في بلدنا في مملكتنا، وأنت كنت في قصري، وشنو سواك أنه صرت نبي؟ قال أنا صاير نبي. شلون صاير نبي؟ أي دليل؟ قال العصا ألقفها، وإذا فرد خصية تتحرك كأنها جان. الله يقول في القرآن الحكيم الجان الحية الصغيرة السريعة الحركة، قفز منها لهنا منها منها. هذا تخضل فرعون، شاف على أنه هاي فرد شي معادي، ولا طلبه ليقتله. فلما رآها تحت تهز كأنها جان ولا مدبرا، حتى نفس موسى خاف منها، ولا مدبرا ولم يعقد. ففرعون لما شاف هذا الشيء شاف هذا الرجل مو مال قتل، لا هذا واقع، لأن كل عقل يفهم، هذا هو أقل قدر من العقل يفهم. فشاهد كلامنا في هالقطعة الأولى من القصة، وهي قصة أن فرعون وموسى وموسى بيده مفتاح الكون وقدرة الكون. مع ذلك يومي يأتي 3 سنوات من الصباح إلى الظهر إلى العصر، ما اللي دوامه مش وقت، لعله المغرب لعله العصر، ويقف حتى يريد الدخول على فرعون ولا يدخل، وأخيرا يدخل لأجل قتله ولأجل أن هذا مضحك الملك، ضحك الملك بهذه الوضعية وهذه الكيفية. التبليغ والهداية والإرشاد والنص هذا مو شيء بيوم ولا 10 أيام ولا سنة ولا 5 سنوات، وإنما يحتاج إلى مدة مديدة. ثم بعد ذلك إيش كثر بقي مع فرعون؟ 40 سنة. 40 سنة وبيده مفاتيح الكون، وبيده العصا، وبيده اليد البيضاء، وبيده وبيده وبيده، مع ذلك يصبر مع هذا الرجل، لأن الله تعالى إذا أراد أن يقتل فرعون وقومه يحتاج موسى في 5 دقائق يقتلهم، في دقيقة يقتلهم صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الله من الممكن فرد صيحة وكل البشر يموتون، إذا أراد أن يميت فالله قادر على أن يميت، بس الله سبحانه وتعالى يصبر ويصبر 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 ويصبر. من صفات الله سبحانه وتعالى يا صبور، صبور يعني شنو؟ يعني كثير الصبر، لا
يعني صيغة مبالغة صبور، أفعل التفضيل وصيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني فعول صيغة مبالغة، يا صبور ويا شكور من صفات الله تعالى. من الضروري في أسلوب التبليغ على الإنسان يتعلم من موسى عليه الصلاة والسلام الهداية والإرشاد وكيفية الهداية والإرشاد. فإذا الإنسان مع زوجته أو مع بنته أو مع ولده أو مع صديقه أو مع المجتمع أو مع خمار أو مع قمار أو مع تارك الصلاة، مو يوم ولا يومين ولا 10 أيام ولا 20 يوم ولا 30 يوم، وإنما يصبر 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 حتى يأخذ النتيجة. هاي القاعدة الكلية. فرد واحد من أصدقائنا، فرد قصة صغيرة، فرد واحد من أصدقائنا أسس فرد مدرسة في إيران. هذا كان يريد على أنه أحد التجار يجعله عضوا في هذا المدرسة، عضو هي التأسيسية في المدرسة. ليلة الجمعة أو ليلة الخميس عندهم هيئة، 3 أو 4 من الموجودين كانوا، وفرد واحد آخر جديد أيضا يريدون يخلوا هذا عضو. يقول هو ينقل، يقول رحت قلت له على أنه تعال صير عضو عندنا، هذا اللي عندنا اجتماع. قال الحقيقة الليلة أنا عندي موعد رح. ليلة الخميس الثانية جيت عليه، يعني يوم الخميس إلى متجره، وهو أخوندي وهذا تاجر، قلت تعال. قال الحقيقة هذه الليلة ولدي مريض ما أتمكنش. الأسبوع الثالث رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع الرابع رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع الخامس رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع السادس رحت له، ثامن، تاسع، عاشر. يقول رحت لحتى 50 أسبوعا. صوروا هذا الشيء، 50 أسبوع وكل يوم يأتي بعذر. يقول 50 أسبوع يعني سنة، 50 × 7 ايش كثر يصير؟ سنة يعني 350. يقول في الأسبوع الأخير 51 قال لي شيخنا أنت غير شكل الإنسان. قلت شلون غير شكل الإنسان؟ قلت آخر أنت لازم تفهم أنه أنا جاي أعتذر، ما أريد أجي. قلت صدق أنا أجيك وأجيك 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 حتى أعد عليك الحضور. يقول واحد كلمني خالف الليلة أجي، بجي بالفعل، وبالفعل صار عضو، وبالفعل من الأعضاء النافعة في الموضوع. أما بعد إيش كثر؟ بعد 50 إهانة، لأن هذا إهانة في الحقيقة. أجي عندك وأريد منك شو متطيني؟ هاي إهانة، شيء واضح. مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، خلاص خلاص. يقول ما يفيد عمي. لا يفيد يفيد يفيد، ولو 50 مرة راح له 51 يفيد. 60 قسم من الناس ما يفيد عمي وياهم، لا يفيد وياهم. لذا الله في القرآن الحكيم يعلمنا أسلوب الدعوة. وقصة موسى إنما كرت في القرآن لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة متكاملة لمقابلة الكفر للإيمان، الظلم للعدالة، الفسق للاعتدال والطاعة، قصة كاملة. فإذا أردنا أن نتعلم من هذه القصة الدرس، الاستمرار في الهداية والتبليغ حتى نأخذ النتيجة. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.